Hi, grade 6 students. Today we'll complete our lesson about triangles, and this is the video number 3. In this video, first of all, هنعمل revision عشان اللي حكينا عنه قبل. حكينا عنه sum of angles in any triangle equal 180. بأي triangle معنا إياه، إن كان right ولا isosceles ولا equilateral, any triangle sum of angles equal 180. هاي دي property خاصة بالتريانجل. إذا أنا معي هون triangle ABC، عطيني الأنجل BAC 120، BAC 120، عطيني ABC 34، هي اللي بدي طلع ACB. يعني أنا معي اثنين triangle بدي طلع الأنجل التالتي، كيف بعرفه؟ إحنا بنعرف البروبرتي إنه مجموع كل الأنجلز 180، فبستعمل هيدي البروبرتي لأطلع الأنجل يلي بقيت اللي هي ACB. فشو بعمل؟ بحدد التريانجل، أنا عم بشغل التريانجل ABC، فالأنجل ACB اللي أنا بدي طلعها بتساوي 180 minus sum جمعهم. BAC plus ABC بعود كل وحدة بقيمتها فبتطلع معي 26 اللي هي الACB. ليه أنا عملت هيك؟ لأنه sum of angles in a triangle equal 180، فدايما برجع بكتب البروبرتي اللي استعملتها. Example تاني، أنا معي هون رأيت triangle اللي هو KLM right at L given، عطيني LKM 52، بدي اطلع أنا LMK، هيدي LMK. فشو بعمل؟ كمان نفس المبدأ، بدي حدد التريانجل هشتغل فيه اللي هو MKL، وارجع ال MK equal 180 minus sum لإنه مجموع ال KLM plus LKM هوتمن. نرجع منعوضهم بالفاليوز وبيطلع معي 38، يعني عند ال M اللي هي ال MK هي 38. ليه أنا عملت هيك؟ لأنه sum of angles in a triangle equal 180. هلا هون ما كان عطيني عند ال هو 90، بس اي اللي رايت، فعشان هيك هي 90 ديجري، عشان هيك انا استعملتها ال K L M هي 90 ديجري. In this video we'll draw a triangle. اذا كان عطيني ال length of the side and the measure of the enclosed angles. مثلا هون بدي ارسم triangle D E F، عطيني هون اثنين angles و side. بالبداية اول شي لازم اعمله انه انا احط ال sketch. بالسكتش دي اي هي 4، فاكيد بتحطها هون، بيرجع عندي الاي دي اف هي 50، اي دي اف هي 50، فعندي الدي اي اف هي 40، وهيدا هي هيك الرسمة بتطلع معنا رسم التقريبي له. فهلا ببلش طبقه. بالبدايه واضح انه اول شيء لازم ارسم الدي اي، رسمت هون الدي اي 4 سنتيمتر. بعدين من بعد ما ارسم الدي اي بدي ارسم هون، في عندي انجلز، ما عندي سايد لاستعمل الكومباس، عندي انجلز فاستعمل البروتراكتر. فبستعمل البروتراكتر بعند عند عند الدي وبحط 50 ديجري. من بعد ما حددت 50 ديجري بيرجع عند الفورت الاي، بعمل 40، كمان بدي استعمل البروتراكتر، بيرجع بوصلهم هود اثنيناتهم، التقوا السايدز اللي عملتهم التقوا عند الفيرتكس اف، فهيدا الفيرتكس اف. هلا برجع بمحي اللي بقيه لحتى ما تتعجق الرسمه. كمان انا هون عندي الدي اي اف، عطيني انه الدي اي هي 6، عطيني انه الاي دي اف هي 130 فهي اوبتيوس انجل، وعندي الدي اي اف هي 10. فعلى ارض الواقع بدي اطبقها، بدي احط اول شيء انه الدي اي هي 6 سنتيمتر، من بعد ال 6 سنتيمتر لازم ارسم الانجلز. عندي الدي بدي احط 130، وعندي الدي اي اف هون 10، فهون بحط 10. انتبه لك هون الزيرو، الزيرو من بالمبرة، فبستعمل التان اللي من برا، فهم بوصلهم وبرجع وصلت انا على الاف. هودي بمحيون حتى ما تتعجع عند الرسم.